السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنكملو الام دي مع لوغد الثاني فيه اللي هو الانسرت. دونك الانسرت الدور ديالو هو انه كيمكننا اننا نسجلو دي زونجستغمون في ليطاب تاعنا، استادير كنسجلو المعلومات نخبيهم في لاباز دو دوني ديالنا. دونك باش نستخدمو انسرت عندنا ثلاثه الطرق اللي نقدروا نديرو وحده فيهم، نقدروا نحتاجو وحده فيهم، دونك ضروري نفهموهم ونشوفو من بعد امتى نقدروا نخدمو كل وحده. دونك الانسرت الاولى، انسرت انتو النون ديال لا طابل، كنديرو فاليوز وكنكتبو هنايا السميه ديال اولا لي فالور اللي بغينا ندخلو. الا درنا هاد الطريقه هادي خاصك تدخل جميع المعلومات اللي عندك في لا طابل، يعني لي شون كلهم خاصك تسجلهم، اولا الشون اللي ما بغيتيش تسجل غتكتب فيه نول، انت غضطر تكتب هاد الزيده. و لي شون كنديروهم بالارقام بلا كوت، ولا كانوا شين دو كاركتير اولا دات كنديروا فيهم هاد الابوستروف هادي. هذا بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي اننا كنديروا انسرت انتو النون ديال لا طابل، كنكتبوا السميه ديال لي كولون اللي كاينين عندي هنا اللي بغيت انا نعطي فيهم لي فالور. دونك كنكتب السميه ديال لا كولون، عاد كندير فاليوز وكنعطي لي فالور اللي بغيت ندخل. هاد الطريقه هادي كتمكنني انني كندخل فقط دي كولون، ولي كولون الاخرين ما كتسجل فيهم حتى معلومه. الطريقه الثالثه هي انك تستخدم الانسرت، وهاد المره باستغلال نتيجه ديال سيلكت. دونك كدير انسرت انتو النو ديال لا طابل اللي بغيتي تزيد فيها السطوره، وكتعيط على واحد لا روكيت سيلكت. هنا بحال كتكوبي معلومات من طابل لطابل، حنا نشوفوا هادشي في الامثله اللي عندنا. دونك عندي المثال الاول اللي هو الانسرت انتو ليف فاليوز HTML ادخالي دي 200. دونك هنايا انا اصلا لا طابل ليفغ عندي فيها اربعه المعلومات، هنا فاش درت هاد لا سينتاكس هادي اضطريت انني نعطي المعلومات باربعه بكلهم. اذا هاد الانسرت الاولى غتعطيني هاد السطر الاول، غتكتب هنا HTML 5 ادخالي دي 200، فغنعمرو جميع المعلومات. كاين عندنا الطريقه ديالنا الثانيه اللي هي انك انت دير انسرت انتو ليفغ، هنا كتختار لي كولون اللي بغيتي تعمر كتكتبهم، عاد كدير فاليوز وكتكتب لي فالور اللي غتعطيهم. فمثلا هنا درنا نيوم ال والبري، فاليوز جوج 300، يعني انت هنايا غادي تكتب جوج في النيميرو و 300 في لو بري. وبالنسبه للاخرين اللي ما كتبتي فيهم والو فاوتوماتيكمون غيتتحط فيهم نول، يعني هذه المعلومه هذه الى انكونو. دونك هذه الطريقه الثانيه كنستغلوها في هذه الحاله تاع فاش ما كنبغوش نعطيو جميع المعلومات، وكيكون هذا من حقنا حيت الا ما دايرينش الشروط اللي كتفرض علينا اننا نعطيو جميع المعلومات. اولا اوسي كتخدم لينا هذه الطريقه هذه الثانيه في الحاله تاع حنا ما بغيناش ندخلوا المعلومات بالترتيب اللي كاين، يعني حنا بغينا نبداو مثلا بلو بري، عاد نديروا التيتغ، عاد نديروا النمره، عاد نديروا لو نون دوتور، يعني غنخربقوا الترتيب اللي كاين. فاحنا ميمكنش نستخدمو هادي، ضروري نخدمو هاد الطريقة هادي التانية، وإلا راه مغديش دوز لينا. فوالا، دونك الطريقة الأولى كتفرض عليك أنك تخدم تدخل جميع المعلومات، أولا تكتب نول في الحوايج اللي مبغيتيش تدخل، زائد أنك خاصك تدخلهم بالترتيب. الطريقة التانية تخليك تدخل لي حتى جيتي ليها، يعني لي زانفورماسيون أوبليغاتوار أو الترتيب اللي بغيتي. الطريقه الثالثه ديال الانسرت هي انها كتستغل النتيجه اللي كتكون جايه من شي سيليكت وحده اخرى. فمثلا نفترضنا بان عندنا هاد لا طابل اوفر هادي كاينه ديجا عامره، ديجا لو شيما ديالها كيشبه لو شيما ديال ليفغ، الا ما كانش كيشبه فاحنا ما غنقدروش نديرو سيليكت اطوال. هنا غناخذو غير لي كولون اللي بغينا نانسيريهم، خصهم يكونوا بحال بحال. فنفترض انا دابا بوغ سامبليفي ان عندي اوفر هي هادي كتشبه ليفغ، فانا دابا هنا غندير انسرت انتو ليفغ سيليكت اطوال فروم اوفغ. دونك هادي كيفاش كتفهم؟ كتفهم ان غادي نمشيو نديرو سيليكت اطوال فروم اوفغ، يعني هنا غنهز جميع السطوره بجميع المعلومات اللي كاينين في اوفغ وغادي انسيريهم، يعني فاش خديتهم بالسيليكت غنانسيريهم من بعد في لا طابل ليفغ مباشره، غير انسيريو. فوالا، دونك كتكتب بحال هكا، يعني حنا كوبينا شدينا هادشي اللي كاين في اوفغ وغنكوبيوه وغنكتبو، غنزيدو هنايا هادوك ثلاثه السطوره غيتزادو ليا اوتوماتيك في لا طابل ديالي ليفغ. هادي هي الانسرت باستخدام سيليكت. الا ما كنتش باغي لي شون كاملين ولا ما غندخلش هنايا لي شون كاملين بهذه الطريقه هذه، فانا ضروري حدا ليفغ نحل القوس ونكتب السميه ديال لي كولون اللي غندخل، وهنا عوض الاطوال كنخدم على لي كولون اللي غندخل. فمثلا نقدر ندير انسرت انتو ليفغ حل القوس ونديرو نيميرو البري، نسد القوس ونديرو سيليكت نيميرو والبري فروم اوفغ. فهنا غنكونو كوبينا غير المعلومات ديال النمره والبري، والاخرين تيتخو النون ديال لوتور هادو غادي يدوزو لينا نول في يعني معلومات انكونو. دونك اون جينيرال هادي هي سيليكت، ما كتكون فيها حتى صعوبه باستثناء اننا
نركزوا فاش تكون عندنا اون كلي اترونجير ان كيفاش نخدموها. دونك هذه غنخليوها ان شاء الله حتى من بعد من ورا ما نبداو ال دي دي ونشوفوا كيفاش غتاثر لينا الكلي اترونجير اولا بصفه عامه لي كونترينت على المعلومات اللي نقدروا ندخلوا لا باز. يعني ماشي اي حاجه دخلتها راه غادي تدوز ليا واخا تكون عندي لا سينتاكس صحيحه. كنتمنى انكم تكونوا ضبطتوا معايا هذا الشيء اللي هو بازيك باش ان شاء الله ما يكونوش عندكم مشاكل في الاساسيات في اس كيو ال. الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.